سلام 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 عليكم، معكم موسى الحلو. جيت لكم اليوم بفيديو مختلف عن الفيديوهات العادية اللي بسويها أنا. هذا تاريخ آخر فيديو نزلته على القناة، ما نو فلوج ولا فلوج سفر ولا قصة. خلينا نقول يمكن قصة، بس قصتي أكثر حاليا بالوقت الحالي، شيء مو صار معي، شيء عم يصير معي. ممكن كذا واحد عم يسأل ليش أنا ما عاد نزلت على القناة. هذا الفيديو بس رح أحكي الأسباب اللي خلتني أوقف هاي الفترة. أنا حاليا رايح أشتري أغراض للبيت، وضل على الإفطار تقريبا حوالي الساعة وخمسين دقيقة. اوكي، ما شكله عتمه، بس انه اوكي، في كلام مهم لازم اقوله، راح احكي لكم اياه هون. راح اخذكم هيك استراحه بسيطه معي هون قبل ما اروح واشتري الاغراض ونرجع. مثل ما حكيت قبل، انا كنت ناوي اني انزل كل اسبوع فيديو على اقل تقدير، وكان موعدنا يوم الاحد، وحتى كنت ناوي اني انزل كل 3 ايام فيديو برمضان، والفكره انه كان ينزل فيديو شوي بلس يوم الاحد، يرجع تقريبا بعد 3 لل4 ايام تنزل قصه بارض الاسبوع، وهيك بكون عم بنزل فيديوهين بالاسبوع على الاقل بفتره رمضان. وجهزت حالي لهذا الموضوع، وجهزت الفيديوهات، وجهزت المواضيع، وكل شيء كان تمام. بس اجت للاسف ظروف منعتني اني اسوي هذا الشيء، وانزعجت صراحه انه ما عاد احسن انزل، بس كانت ظروف اقوى من اني انزل. الموضوع بلش كالتالي: من حوالي 3 اسابيع بدا الفصل الدراسي الجديد بالجامعه، السمستر الجديد، ومن اول يوم بالفصل بدات المحاضرات، يعني تكون كثير صعبه، والدكاتره تبعنا عم بيكونوا متشددين، يعني ما عم بيتفهموا انه نحن محبوسين بالبيت الطلاب، وما انك اصلا بالمود تبع الدراسه، فما في انه اوكي رح نخفف عليهم. بالعكس، الكورسات عم بتكون بشكل اسبوعي، عندي تقريبا كل يوم محاضرتين، لكل كورس في كمان اسبوعيا مشروع، والمشروع الواحد الشغل عليه بياخذ تقريبا نص يوم. انه على الصدفه حتى اجت يوم الاحد هو يوم رفع الفيديو، وبنفس الوقت اجى يوم تسليم المشاريع هو يوم الاحد الحد الاقصى، فصار الاسبوع تبعي هو اغلبه للجامعه، يعني من يوم الاثنين ليوم الخميس ما عندي مجال ابدا. في محاضرات لازم احضرها، وبعد المحاضرات في المشاريع يلي بتاخذ اقل شيء، كل مشروع بياخذ نص يوم. فهون كانت الصعوبه، انه انا انحبست داخل البيت مشان احضر المحاضرات، اطبق المشاريع واسلمها اخر الاسبوع. فبهاي الثلاث اسابيع اللي انحبست فيها دخلت بحاله من الاكتئاب، لانه انا ما عادت شفت ناس، مقضي يومي كله بالبيت بين طاوله الشغل، مطرح ما عم بدرس واسوي المشاريع، والمطبخ اروح باكل، والحمام وبس، وبعدها بروح بنام وما عندي شيء ثاني. هذا الشيء سبب لي نوع من الاكتئاب، انه خلص انا ما عندي اي شيء اسويه غير اني اشتغل للجامعه. فهي كانت مشكله كبيره بالنسبه لي، وهي يعني مشكله رئيسيه بالفتره اللي عم بعدي فيها. وغير هذا كله، حتى مشاكل ماديه صار معي، لانه حاليا اللي عايش باوروبا بيعرف انه اغلب المحلات واغلب الشراكه مسكره، فاذا انت كنت عم تشتغل على الاغلب انت انطردت من شغلك، وهذا اللي صار معي. بس انا لحسن الحظ كنت عم باخذ قرض طلابي، يعني هذا القرض هون بالمانيا ممكن اذا انت بتدرس الدوله بتعطيك مبلغ شهري قرض، شيء انك تقدر تسكن تاخذ بيت، وبنفس الوقت انك تعيش وما تضطر انك تشتغل لحتى تقدر تدرس. طبعا قيمه الراتب بيتحدد على موجب اهلك، اذا كانوا اهلك بيطلعوا مصاري كثير فانت ما بتاخذ شيء، اذا كانوا اهلك بيطلعوا مصاري قليل شهريا معاشاتهم فانت بتاخذ راتب منيح، شيء انه يكفيك يعني سكن واكل وشرب. وهذا القرض ساري بس على الالمان وعلى اللاجئين، بس هاي الفئتين، يعني حدا اجنبي تاني ما بيحسن يستفيد من هذا القرض. فانا استفاديت من هذا القرض لمده سنه دراستي، بس بعد سنه صار في مشاكل بالاوراق وصار لازم اقدم لهم اشياء تانية غير قبل، ولهيك وقفوا عني الراتب. طبعا هذا الراتب مو انه بتاخده وخلص انتهى، لا، هذا الراتب بدك ترجع تدفعه بعد دراستك. لما انت تخلص دراسة راح تروح تشتغل، فانت بس اشتغلت الدولة بتطالبك بنص قيمة المبلغ اللي انت اخدته على مدى 3 أو 4 سنين دراسة. يعني اذا انت اخد 20,000 يورو بهاي المدة او 30,000 يورو بتدفع منها بس 15,000، وهي ال 15,000 بتدفعها على اقساط، يعني كل شهر ممكن تقولهم انا ممكن ادفع 200 يورو بس، بتدفعها على مدى سنين ممكن عادي. فأنا كنت أخذ هذا القرض، بس حاليا حتى القرض توقف وشغل توقف وشغلي بالتصوير كمان توقف، فالوضع من كل اتجاهات كتير صعب. ما بدي كتير أشتكي، بس يعني بالنهاية الحمد لله هذا ظرف ولازم أطلع منه بأقل الخسائر. أتمنى إن شاء الله بس يخلص هذا الفصل وأرجع أحسن أشتغل، أرجع على الأغلب لشغلي. أنا بشتغل بكافيه بالمناسبة اللي ما بيعرف، وكتير كنت مبسوط ومرتاح بشغلي، يعني كنا بالقهوة كلياتنا رفقات وبنشتغل سوا، بس للأسف القهوة سكرت بسبب الفيروس. يعني حتى الشمس ما عم تطلع بالوقت الحالي،
بشكل كافي لأنك هيك تشحن نفسك شوي، تشحن طاقة. لهيك لما الشمس عم تطلع عم حاول أستغل الوضع وأطلع لبرا. بالمناسبة أنا رايح أشتري أغراض للبيت مشان نجهز الفطور. حاليا الساعة صار تقريبا 7 وضل تقريبا على الأذان 1:50 وضل تقريبا على الأذان 1:50. وبعدها خلينا نروح على المشكلة الثالثة. المشكلة الثالثة كانت هون. الفترة الماضية مثل ما في منكم شاف انه القناة بدأت تطلع بالمقترحات والفيديوهات اجى عليهم مشاهدات منيح وصار في ناس جديدة، وفي منكم على الاغلب هني من الناس الجديدة، وانا كتير انبسطت بهذا الشيء وشفت انه ايه لقدام رح اتطور اكتر، يعني حابب انا اني اقدم شيء احلى من اللي عم اقدمه. لفترة تقريبا من شهر او شهر وشوي بدأت القناة ترجع تنزل وتهبط هبطة كتير قوية. يعني قبل كانت على الاقل على الاقل على الاقل كل يوم في 5000 مشاهدة على كل الفيديوهات او 4000، حاليا كل يوم في بس 1000 مشاهد، وهذا طبعا للقناة بحجم قناتي ما نو شي منيح، لانه انت عم تحاول تاخذ الخطوات الاولى لتكبر القناة لتصير عندك قاعدة، وهي القاعدة انا كنت كتير متأمل فيها انه رح تتكون بهاي الفترة، بس للأسف نزلت مع هبوط المشاهدات وعدد المشتركين والازمة اللي انا فيها اصلا، وصرت عن جد يعني مكتئب بدي اقول يعني. والموضوع الاكتئاب عندنا طبعا بالوطن العربي يعد انه مشكلة تافهة، هون الناس بتاخذ الاكتئاب على انه شيء جدي ولازم انت تعالجه. في له كذا طرق لحتى تعالجه، ولكن هذا الموضوع ما لازم ينسكت عليه. اذا انت حاس حالك مكتئب ما لازم تسكت عن الموضوع، لانه في ناس كتير بتأذي نفسها، في ناس بتدمر مستقبلها مشان موضوع الاكتئاب. اذا بدك تقيس على هذا الشيء قيس طالب البكالوريا لما بيكون عليه كتير ضغط، ممكن تجي له مرحلة ويقول انه انا ما عندي قدرة اني اكمل، ما عندي قدرة اني ادرس. هو بيكون صار على الاغلب بمرحلة من الاكتئاب انه خلاص ما راح اكمل، انا هيك ما راح استفيد شيء ولا راح انتج، فبيوقف دراسه وبيدمر مستقبله مشان هذا الموضوع يلي كثير من الناس بيقول لك ايه انت كسول او انت ما لك خرج دراسه. هو الموضوع مو خرج او مو خرج، احيانا في ظروف بتوقف ضدك انك تكمل بالشيء اللي انت حابه. فاذا كان في اشخاص حواليك عم ياثروا عليك سلبا انت دمرت حالك ودمرت مستقبلك، ويعطيك الف عافيه. اذا كان في اشخاص ساعدوك وحاولوا انه يعطوك دفشة لقدام، والدفشة مو يعني انه ادرس وهذا مستقبلك، لا، في كتير شغلات. حتى احيانا انك تاخد استراحة وتغير كتير بنمط حياتك وتسوي نظام جديد، هذا كتير بيساعد. هذا الشيء اللي عم بحاول حاليا اني اسوي، اني اسوي خطة امشي عليها بالفترة الجاية، اضبط وقتي اكتر بحال اني انسق بين الشيء اللي انا بحبه اللي هو التصوير والفيديوهات على اليوتيوب والسفر، ونفس الوقت اني ما احط دراستي كشيء ثانوي. دراستي هي شيء اساسي وان شاء الله راح اخلصه واصل للشيء اللي انا بدي اياه، انه بيوم من الايام اصير مخرج معروف على الاقل على الاقل بمحيطي، وان شاء الله انا طموحاتي اكبر من هيك. طبعا في شخص ساعدني نفسيا ومعنويا بالفتره اللي راحت، اسمه فراس، هو عنده قناة على اليوتيوب وموجود بمدينتي هون، بيحاول بس يشوفني هيك نازل شوي بيحاول يدفشني ويدعمني، وفي كتير من متابعينه موجودين هون، تحية لكل شيء من متابعين فراس وبتول. فوجب اني اقول له شكرا، وانا صرت قريب هلأ من السوبر ماركت والناس بدأت تشوف شخص شايل الكاميرا وتطلع فيه دائما مثل العادة. افرجيكم المنطقة اللي فيها مبنى حلو، هذا حسه مثل سفينة بنص المباني أو بنص المنطقة السكنية. هاي المنطقة تبعد تقريباً 10 دقائق عن بيتي مطرح ما أنا ساكن، وهي تعتبر منطقة متوسط يعني للطبقة المتوسطة. وشوفوا هاي الحركة اللي موجودة بألمانيا كتير حلوة، بيجيبوا هون نص الطريق بيجيبوا كتب وبيحطوهم هيك، تحسن أنت تجي كشخص عادي تأخذ كتاب وتشوف مثلاً هذا تييجا الصيادة، بتنقي الكتاب اللي بدك اياه. هون في عندك كتب مشكلة، اي طبعا ناس عادية بيجوا بيحطوا كتبهم هون للي بده يستعيره. اذا انت عندك كتاب بتجي بتحطه وبتجي الناس بتقراه، وبس خلصوا قراءة الكتاب بيرجعوا بيجيبوا بيحطوا مرة تانية. هون هاي كمان الطرف الثاني نفس الشيء. هدول في منهم كتير هون بالبلد، يعني انت بتكون ماشي بتلاقي مثلا هيك مثل مكتبة صغيرة مفتوحة للكل. ان شاء الله يكون في حدا كمان ممكن يستفاد من تجربتي.
انا مثل ما قلت لساتني ما تخطيت هذا الموضوع، وانا كل فتره بتعدي علي فتره اكتئاب معينه وبحاول اني اطلع منها. بس الاساس انك تحلل مشكلتك وتشوف وين مشكلتك، بس شفت المشكله الحل بيصير اسهل عليك. ان شاء الله تكون انت هيك تفكر بينك وبين نفسك اذا في شيء عم ياخذ من وقتك كثير، وين عم تستثمر وقتك اكثر، تحاول انك تسوي خطه لحياتك وتشتغل عليها. هذا هو الكلام اللي كنت حابب احكيه. راح احاول ان شاء الله عن قريب اني انظم وقتي اكثر، بهدف اني احسن اوازن بين تنزيل الفيديوهات والتصوير والجامعه والحقهم كلهم باسبوع واحد. موضوع راح ياخذ مني وقت وتعب وجهد، بس راح احاول قدر المستطاع، لانه انا صراحه بنبسط وقت اللي بنزل فيديو، وقت اللي بشتغل على فيديو. ان شاء الله يكون بالفتره الجايه تنظيمي احسن، لانه انا انسان فاشل تنظيميا. هذا كان كل شيء عندي، تحياتي لكم، كان معكم موسى الحلو. سلام ماي فريندز.